فنتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل شرط الرموز تطبيقات على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الشاشة الرئيسية، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على شارة رموز التطبيقات. وهكذا نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل شارة رموز التطبيقات. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك، والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.